كليسر بتروزل، عدى خلال الفورة من اوفال، وبعد كده عمل الريليك انتهى كبري جانجليونيك في الاوتيك جانجليون. لو انا حبيت احط الاوتيك جانجليون على الرسمة دي احطها فين؟ قال لك هتحط الاوتيك جانجليون في المنطقة دي كده، بنسمي المنطقة دي قال لك بنسميها الانفرا تيمبورال فوسا. ده التيمبورال ريجون اللي تحتها دي بنسميها الانفرا تيمبورال فوسا. في الانفرا تيمبورال فوسا وبيغطي على الاوتيك جانجليون نيرف موجود هنا كده اسمه المانديبولار نيرف. انا مش هرسم المانديبولار نيرف، انا بس هرسم التو ديفيجنز بتوعه. بص كده مانديبولار نيرف بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده، لو ايه؟ لو انتير ديفيجن ولو بوستير ديفيجن. انا وقفت هنا عند البوست عند البيري جانجليونيك، وهقول لك اجي البوست دلوقتي. بيخرج من البوستيريور ديفيجن بتاعه المانديبولار نيرف برانش اسمه الاوريكولو تيمبورال نيرف. حد فاكره الاوريكولو تيمبورال؟ اهو ده كده الاوريكولو تيمبورال نيرف رايح يعدي داخل الباروتيد ويديها السنسوري انرفيشن. يبقى السنسوري جاي منين؟ جاي من الاوريكولو تيمبورال اللي هو خارج من البوستيريور ديفيجن بتاع المانديبولار نيرف اللي كان فوق الاوتيك جانجليون اللي انتهى فيها البري جانجليونيك باراسمباثيك. طب هو البوست جانجليونيك باراسمباثيك هيعمل ايه؟ قال لك بص كده هيجي يروح جاي خارج ماشي مع الاوريكولو تيمبورال ويدخل للجلاند. يبقى انا كده خلصت الباراسمباثيك بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك، وخلصت السنسوري بتاع الاوريكولو تيمبورال، فاضل لي السمباثيك. قال لك انا عندي ارتري هنا كده اسمه الاكسترنال كاروتيد ارتري داخل الجلاند. انا مش هرسمه داخل الجلاند، انا عايزه يقف لحد هنا بس كفايه. عندي نيوكليوس في الابر سيرفايكال ريجون اسمها السوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون، بيطلع منها سمباثيك فايبرز، منها اسمها سوبيريور سيرفايكال سمباثيك، بيطلع منها فايبرز بهذا الشكل تمشي حوالين الاكسترنال كاروتيد، وبعدين تطلع لفوق تدخل داخل الاوتيك جانجليون من غير ما تعمل ريلي، وتخرج منها تمشي مع الاوريكولو تيمبورال وتروح تعمل سبلاي للجلاند اللي هي الباروتيد جلاند. يبقى ده السمباثيك. السمباثيك خرجت من سوبيريور سيرفايكال سمباثيك جانجليون حوالين الاكسترنال كاروتيد ارتري. كده نخلص بقى الموضوع كله. السنسوري جاي منين؟ جاي من الاوريكولو تيمبورال اللي هو برانش من البوستيرور ديفيجن بتاعت المانديبولار نيرف. الباراسمباثيك جاي من الانفيرو سليفري نيوكليوس اللي مشيت مع النيرف ده اللي اسمه الجلوسفارينجيال الكاريال نيرف رقم 9، مع برانش من برانشاته التيمبانيك برانش، دخلت للميدل اير، خرجت من الميدل اير في صورة ليسر بيتروزال نيرف، عدت خلال الفورة من اوفال، نزلت للانفرا تيمبورال فصة، ومنها راحت للاوتيك جانجليون. خرجت من الاوتيك جانجليون كبوست جانجليونيك، مشي مع الاوريكولو تيمبورال نيرف اللي لونه اسود ده كده، ودخل للجلاند عشان يديها بارا سمباثيك انرفيشن. طيب السمباثيك خرج من السوبيرو سيرفايكال سمباثيك جانجليون، عمل بلكسس حوالين يعني عمل فايبرز كده حوالين الاكسترنال كاروتيد ارتري، ثم دخل للاوتيك جانجليون من غير ما يعمل فيها ريلي، وخرج مشي مع الاوريكولو تيمبورال وراح يدي سمباثيك سبلاي للجانجليون. كده انا خلصت النيرف سبلاي، فاضل لي شويه معلومات كلينيكال. اولا بص كده معايا للصوره دي، لو حصل عندي في الجلاند تيومر، التيومر ده مش ممكن يضغط على الفيشيال نيرف، والفيشيال نيرف رايح يغذي العضلات بتاعه الفيس، فقال لك لو حصل تيومر في الباروتيد جلاند وضغط على الفيشيال نيرف هيعمل لك يونيلاترال يعني على جنب واحد فيشيال باراليسيس، يعني تلاقي العضلات بتاعه الوجه بتاعك مش قادر تحركها بس على ناحيه واحده، لان التيومر في فيشيال نيرف على ناحيه واحده بس من الباروتيد جلاند مش على الناحيه الثانيه هي كمان. الا لو حصل تيومر في الباروتيد جلاند اللي على الناحيه دي وعلى الناحيه الثانيه المقابله لها.
تاني حاجة، لما تلاحظ كده هتلاقي البرانشية بتاعت الفيشيال نيرفز معديين داخل البارات الجلاند بشكل هوريزونتال، يعني بشكل مستعرض. فقالك لو انت عايز تعمل عملية تشيل مثلا ورم، عايز تفتح البارات الجلاند تشوف تاخد منها بايوبسي عينة مثلا، فقالك لما تيجي تقطع ما تقطعش في البارات الجلاند بالطول، ما تقطعش في البارات الجلاند بالطول. ليه؟ لانك لو قطعت بالطول ممكن تقطع البرانشية بتاعت الفيشيال نيرف. امال اقطع فيها ازاي؟ قالك خد القطاع بتاعك بالعرض بحيث ان يكون قطاعك موازي للفيشيال نيرف برانشز فما تقطعهمش. دي الملحوظة التانية. الملحوظة التالتة بتقول لك انك عندك الباروتيد داكت. بص كده، الباروتيد داكت دي هل دي مغطاة بأي مصل من المصلز؟ لا، ده معدية سوبرفيشيال للماسيتر وسوبرفيشيال للباكسينيتور، يعني مفيش حاجة تحميها غير السكين والفاشيا اللي فوقها، صح؟ فقال لك كده عشان كده الباروتيد داكت دي بتكون معرضة للتلف. لو في سيفير تروما بانش شديدة خبطت في الباروتيد جلاند، ممكن الباروتيد جلاند دي التروما بتاعتها تسبب انها تقفل او يحصل فيها نزيف وتتقفل وتعمل لي ستريكتشر، ويبقى الباروتيد جلاند مش قادرة تصب السكريشن بتاعها. تاني حاجة بيقول لك ان الباروتيد، انك لو عاوز تحس الداكت بتاعت الباروتيد جلاند تعمل ايه؟ قال لك قول للعيان اعمل كلينشنج للتيس، يعني اضغط على اسنانك كده وجزع جزع على اسنانك. فايه اللي يحصل؟ الماسيتر ماسل هتبدا تبرز لبره. لما تبرز الماسيتر لبره تبدا تخلي الضغط اللي عليها تبدا تبرز هي كمان لبره. فلما تيجي انت تتحرك تعمل رولينج بصبعك، تحرك صبعك كده على الانتير بوردر بتاع الماسيتر ماسل، ممكن تحس البروت الضغط لما تعمل كلينشنج للتيس، يعني بتجز على اسنانك تخلي الماسل تبرز ويبرز عليها الضغط عليها من قدام. اخر ملحوظه من الملحوظات الكلينيكال اللي انا كنت عايز اقولها، حاجه اسمها فيريز سندروم. ايه الفريز سندروم ده؟ الفريز سندروم دي بتتعلق بنيرفين، النيرف الاول الاوريكولو تيمبورال اللي هو انا قلت لك ان هو شايل البارا سيمباثيك انيرفيشن بتاعه الجلاند، صح؟ المسؤول عن السكريشن، اللي بتعمل ستيميوليشن للجلاند انها يحصل لها سكريشن. ويتعلق بنيرف تاني كان برضو بيعدي سوبرفيشيال للجلاند في المنطقه دي كده، لو انتوا فاكرين انا ذكرته لكم المره اللي فاتت، ده كده كان اسمه الجريت اوريكولار نيرف. فقال لك بص ممكن يحصل ايه بقى؟ ممكن يحصل تروما للجلاند. لما التروما دي الجلاند تقطع النيرفين، تقطع الاوريكولو تيمبورال نيرف وتقطع الجريت اوريكولار نيرف، كويس؟ الاثنين اتقطعوا بس ممكن يحصل لهم هيلينج، تبدا الجلاند تنمو ويبدا الباراسيمباثيك نيرف اللي ماشي مع الاوريكولو تيمبورال وهو بيهيل والنيرف وهو بيرجع يتصل مع بعضه تاني، بيقول لك بدل ما يمشي مع الاوريكولو تيمبورال يقوم ماشي مع الجريت اوريكولار نيرف، ده كده. هو كان الباراسيمباثيك انرفيشن اللي رايح للجلاند، هو كان رايح للجلاند يعمل ايه؟ انك لما تاكل هو ماشي مع الاوريكولو تيمبورال، انت بتاكل يعمل استيميوليشن للجلاند انها تطلع السلايفا. طيب دلوقتي انا باكل، الباراسيمباثيك انرفيشن بدل ما بقى رايح للجلاند، لا ده راح جاي ماشي مع الاوريكول، مع الجريت اوريكولار. الجريت اوريكولار ده بيعمل ايه؟ قال لك بيعمل سبلاي للسكن اللي موجوده على الانجل اوف ذا ماندبل، تحديدا للسويت جلاند اللي موجودة على الانجل اوف ذا ماندبل. انا اكل، الباراسيمستيك انرفيشن يمشي في الفايبرز، يروح جاي ماشي مع الجريت اوريكولار ويروح للسويت جلاندز اللي موجودة على الانجل اوف ذا ماندبل، يخلي السويت جلاندز اللي في هنا تطلع العرق. الشخص ده بياكل، بدل ما يطلع له سلايفا من السليفري جلاند، لا تلاقي الانجل اوف ذا ماندبل بدأت تعرق. الشخص ده يسموه الحالة بتاعته ايه؟ فريز سيندروم. ده بسبب ان الباراسيمستيك انرفيشن اللي كانت ماشية مع الاوريكولو تيمبورال مشيت مع الجريت اوريكولار نتيجة ان حصل تروما في الجلاند، فاتقطع الاوريكولو تيمبورال والجريت اوريكولار والباراسيمستيك فايبرز، وهي بتلحم بدل ما تلحم تاني مع الجريت مع الاوريكولو تيمبورال، راح لحمت مع الجريت اوريكولار نيرف وبدأت تعمل استيميوليشن للمنطقة بتاعت الانجل اوف ذا ماندبل. كده انا خلصت الجزء بتاع الباراسيت جلاند، اشوفكم بخير في فيديو جديد، سلام عليكم.